Assalamu alaikum wa barakatuh. Today, 20 September 2018, we are now at Pablhawa border. We are receiving these two containers of flour, which is sending from a brother in one nation. Jazakum Allah khairan. A lot of thanks for you. طويل الشوق أما قافض ترابي تقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري لأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد